مساء الخير، عاملين ايه؟ النهاردة طبعا هنعمل لحمة مشوية بطريقة سهلة جدا جدا. لو طبعا نفسك تعملي لحمة مشوية وما عندكيش شواية ومش عايزة تبهدلي الشقة بالفحم، هنعمل لحمة مشوية احلى من بتاعة الشواية 100 مرة، وكمان هقولك ازاي تطلع دايبة لو عندك اطفال صغيرة واللحمة المشوية بتبقى ناشفة عليهم. بصوا الجمال، وكمان هقولك انهي قطعية بالظبط تنفع للحمة المشوية. وهنعمل ويسكي الغلابة زي ما بيسموه، اللي هي مية المخلل، وطبعا بصل بالسماق والبقدونس خطير، من غير المشويات ما ينفعش بجد. الطريقة هتعجبك جدا جدا وأحلى كتير كتير ما تخرجي تاكلي بره. وهقولك ازاي تشوي كل ده في فرن البوتاجاز. بصي، اللحمة دايبة طرية، يعني زي ما بقولك لو عندك أطفال صغيرة عادي خالص هتبقى اللحمة معاكي دايبة خالص. كل ده في فرن البوتاجاز، ولا شواية ولا فحم ولا أي حاجة خالص. طبعا تقدروا تاكلوها بعيش، تقدروا تعملوا جنبها رز، تقدروا تعملوا جنبها مكرونة، طبعا اعملوا اللي تحبوه. أول حاجة هنعمل التتبيلة بتاعة اللحم. أول حاجة معايا بصلتين حلوين كبار كده، هوت أخدتهم قطعتهم وحطيتهم في الخلاط مع نص كوباية مية وشوية ملح، وفرمتهم كويس جدا جدا وصفيتهم. أنا عايزة المية بس، مش عايزة التفل. وهصفيهم كويس في مصفى ضيقه جدا، يعني بصي انا عايزين ميه بس، ميه البصل. بعد كده هنجيب معلقه صلصه، طبعا دي صلصه هتلاقوا الطريقه بتاعتها موجوده عند حضراتكم على القناه، دي صلصه بيتي هاند ميد صناعه يدويه. معانا معلقه زبادي كبيره، لو ما فيش زبادي نقدر نحط لبن. معايا معلقه صويا صوص، معايا معلقه دبس رمان طبعا على حسب كميه اللحمه، معايا توابل مشويات، معايا كمون، فلفل اسمر، يعني انا عامله كيلو نص، يعني عامله كيلو، فكل حاجه بديها رشه رشه. طبعا التوابل تقدري تضيفي اللي انت عايزه تضيفيه، وتقدري تشيلي اللي انت عايزه تشيليه، يعني حطي اللي يعجبك. اول حاجه انا معايا نص كيلو من اللحمه الضاني، طبعا ده كيلو هاخد نصه بس، فالاول بشيل السمين لان حته اللحمه دي فيها عظم كتير، فبحاول على قد ما اقدر هاخد اللحمه الحمراء بحيث اعمل بيها اي اكلة تانية، واللحمة اللي فيها العظم هي اللي هشويها. فطبعا بخليها كويس جدا زي ما حضراتكم شايفين كده، هوت هاخد اللي فيها العظم هشويها. انا وزنتها لقيتها نص كيلو، فمعانا نص كيلو ضاني، واحلى حتة تشوي منها طبعا يا اما الموزة يا اما الريش. طبعا انا جبت الموزة، محبش الريش، بقول ساعات تبقى مليانة عظم كتير، لكن هي طبعا في المشويات طبعا توب التوب يعني. فهنا طبعا بقطعها مكعبات صغيرة علشان تستوي اهو. وطبعا هنشوي برضو نص كيلو لحمة ريب اي، اجمل واحلى حتة لحمة تعملي منها المشويات هي الريب اي. طب يعني مين لازم ريب اي؟ اي نوع لحمة تانية يعني عادي، لكن انا شخصيا مستخدمة الريب اي، بتبقى جميلة وطرية وفيها نسبة دسم شوية، فبتسوي بعضها في بعضها، واللحمة بتاعتها بتبقى طرية قوي. ممكن انتركوت، ممكن موزة، كده يعني. هنقطعه. بصوا انا بلم الفتافيت بتاعت السمين وكل ده هوت، لان ساعات بفرمه وبحطه لما باجي اعمل حواوشي، لما باجي اعمل كفتة، يعني احنا كل حاجة بنشغلها في كذا حاجة. بصوا انا بقطعها حتت صغنونة، بحاول على قد ما اقدر اخليها زي بتاعت الحاتي بالظبط. طبعا هحطها في التتبيلة اللي احنا عملناها دلوقتي مع بعض، ونظبط ملحنا، وحطيت عصير ليمونة، يعني نسيت اقول لكم عليها، عصير ليمونه، فلفل اسمر، كمون، دبس الرمان، صويا صوص، ملح، لعصير ليمون، وطبعا ميه البصل. طبعا هي دي الريب اي اهي، برده بنقطعها حتت صغنونه كده اهوت علشان تبقى شبه الكباب اللي احنا بنشتريه من عند الحاتي. ومعايا برده ده نص كيلو، تقدروا طبعا تزودوا الكميه او تقللوا الكميه براحتكم. انا طبعا جايبه كيلو بس اخدت نصه، يعني مش باخد الكيلو كله. طبعا التتبيله دي ماكسيمم مثلا 3 ساعات لو انتي مستعجله. انا شخصيا عملتها الصبح وسبتها ليله كامله في التلاجة، غطيتها وشلتها في التلاجة، وتاني يوم اشتغلت فيه، تبقى احلى واجمل واطرى وجميله. عايزه اقولك اساسا انا مخرجاها من التلاجة علشان اشويها، تقريبا كانت مستويه نص سوا، تبقى خطيره جدا. لكن لو انتي طبعا مستعجله عادي ممكن نسيبها ساعتين ثلاثه وتشتغلي فيها عادي خالص. هنا طبعا ده تاني يوم، انا جبت الصينيه بتاعتي اللي عامله زي الشوايه ديت، وببتدي ارص على الشبكه اللحمه بالمنظر ده هو. طب انتي ما عندكيش الصينيه ولا الشبكه، تقدري على شبكه الفرن تعملي الحركه دهيت، بس تحطي تحت الشبكه اي حاجه كبيره صينيه مثلا،
وتحطي عليها شوية مية وترصي لحمتك وتشوي، هتبقى خطيرة وتحفة اهو. طبعا لما هترصيها على، لو عندك صينية زي كده ماشي، ما عندكيش وهترصيها على الشبكة بتاعة الفرن البوتاجاز، هتغطيها الاول بورقة زبدة وبعد ورقة الزبدة ورقة فويل علشان تستوي قوي قوي زي ما بقولك، وما تبقاش بتشد معانا اهو. انا غطيتها الاول بورقة فويل وبعد اسفة زبدة، وبعد كده ورقة الومنيوم علشان ما احطش الالومنيوم مباشرة ويلزق في اللحمة، فحطيت ورقة الزبدة الاول. كنت نسيت طبعا احط باقي التتبيلة في ارضية الصينية، فرجعت فتحت تاني وحطيت التتبيلة وهغطي. طبعا الفرن بتاعي قايد قبلها ب10 دقايق اعلى درجة حرارة، رف متوسط، رف تحت المتوسط، ودخلتها الفرن. تاخد معاكي ساعة الا ربع بكتير قوي، وهتاكلي اجمل واحلى حتة لحمة. طبعا على ما تستوي هنعمل شوية سلطة بلدي، اللي هي السلطة اللي بتبقى عند الحاتي، بطريقة سهلة جدا وبسيطة خالص. معانا طماطم، طبعا السلطة بتبقى البلق اللي هي بتاعت المشويات، مش بتبقى صغنونة قوي يعني، بتبقى كارو كده كبير شوية. طبعا قطعنا طماطم وقطعنا خيار وقطعنا فلفل سبايسي لو حابينه، مش حابينه تقدروا تشيلوه. وطبعا قطعنا بصلاية كده حلوة، ومعايا حزمة من البقدونس طبعا غسلتها ونشفتها، وابتديت احطها على السلطة. وحطيت عصير من الليمونتين ومعلقة كبيرة من دبس الرمان، ونظبط الملح على حسب رغبتنا، وقلبي الكلام ده كله معاكي اجمل واحلى سلطة بلدي. طبعا انا حطيت لها شوية تلج علشان لما نيجي ناكل يكون التلج ساح فناخد المية بتاعته. معلقة دبس الرمان بتفرق كتير 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 في السلطة البلدي، لكن لو مش موجودة خلاص عادي خالص نقدر نتغاضى عنها، لكن لو موجودة تمام. وحطينا عليها شوية التلج لحد بس بقى ما نطلع اللحمة يكون التلج ساح من في السلطة ونزلت المية اللي احنا بنحبها. ودي كده اللحمة معايا هي كده اوريدي استوت، تقدري تطلعيها كده، لكن انا حباها تاخد لون فشلت الزبدة والألمونيا من عليها علشان تاخد لون. طبعا انا عندي مشويات من غير بصل بالسماق مستحيل، جربيه خطير. معايا بصلية كبيرة قطعتها جوليان، اديتها رشة سماق وعصير ليمونتين وشوية ملح، وقطعت عليها عودين بقدونس ودعكتهم كلهم في قلب بعضهم. ودي كده اللحمة بتاعتي بعد ما اخدت اللون، بصوا جميلة خطيرة. لو مش حابينها تاخد لون وحابين تطلعوها زي ما شفتوها في الاول مفيش اي مشكلة. طبعا زي ما بقول لكم تقدروا تقدموها جنب مكرونة جنب رز ابيض، تاكلوها كده طبعا براحتكم. طبعا انا عملت جنبها شوية البصل والسلطه، وعملت طحينه بس طبعا ما جبتهاش اختصارا للوقت، لان حسيت ان الفيديو هيبقى طويل جدا. وخلصنا كده الغدا بتاعنا تحفه وجميل، واحسن ما تخرجي بره تصرفي لك رقم وانتي بتتغدي بره، لا هاتي واعملي في بيتك ولمي ولادك وقعدوا كلوا كده اكل بيتي جميل وحلو وبيبقى فيه بركه. ويا رب تكونوا قدرتوا تستفادوا مني النهارده ولو باي حاجه بسيطه. طبعا اذا انتوا جداد على قناتي على اليوتيوب بيت العيله واكلات نرمين، طبعا دي ميه السلطه اهي بقول لكم عليها، فبنحطها بقى في كوبايات كده. بصوا عملنا كل حاجه، ما سبناش حاجه بناكلها في المحلات ما عملناهاش. طبعا عيش شامي بقى، وحطينا اللحمه والبصل بالسماق، ده اختراع لازم تجربوه، حلو جدا جدا جدا. اذا انتوا جداد على قناتي على اليوتيوب بيت العيله واكلات نرمين، ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه ولايك وشير، شير كتير كتير، خلي الكل يستفاد، خلي كله يعمل اكل في بيته بطريقه سهله وبسيطه وجميله. وادي عملنا الضاني وعملنا لحمه الريب اي، يعني تقدري تجيبي نوع واحد منهم، تقدري تجيبيهم الاثنين طبعا انتي طبعا وظروفك. يا رب وصفتي النهارده تكون ليكوا وعجبتكم، واشوفكم في اكله جديده من بيت العيله واكلات نرمين، وباي باي. بصوا انا عماله اوريكم اللحمه قد ايه دايبه قد إيه. انت مش كنت مشيتي يا نرمين؟ لا ما انا رجعت تاني. بصوا اهي طريه جدا جدا، يعني ما تقلقيش هتقولي عندي اطفال والمشويات هتبقى صعبه عليهم، لا اهي جميله وتحفه. بس نقطع اللحمه حتت صغنونه كده اهوت، يعني شرايح بالطول بس رفنوعه وتكون صغيره، مش هتاخد معاكي سوى